ده موجود في حته في العالم؟ انا ما اعرفش، ما شفتوش في اكسسوارز. اكسسوارز هي دي اكسسوري وهو ده بالظبط. مش باشمهندس ايمن، اللي خلاني اثابر على الموضوع خلال سنوات، لان انا من نتاج عملي او من خلال خبرتي في المجال ده انا عارف ان المنتج ده جديد مش موجود يعني في حته تانية في العالم. ما شفتوش؟ هو معروف ان هو يا جنت. انا فاهم انا فاهم انا فاهم انا فاهم، مفيش ده واي حته في العالم ما لقيتوش. انا ما سافرتش بره، لكن بفضل الله انا على بحكم جوجل خبرتي في المجال ده ممكن تلاقيها بره يعني. انا شريف عبد الله، مؤسس ومالك شركه كفر سبور، طالب اسك 7 مليون مقابل 25% من الشركه. مشروع صناعي قائم على ابتكار جديد بتصنيع منتج يندرج تحت الصناعات المغذيه للسيارات، وهو تصنيع كفر من الالومنيوم لتغطيه الجنوط الصلب الخاصه بالسيارات، وهو كده يندرج في نفس قائمه الجنوط السبور او الرياضيه والكفر البلاستيك او زي ما بنقول عليها في السوق المصري الطاسه. العربيات بتباع من شركات العربيات بتصنف فئات وموديلات بتكون فئاتها العالية جنوط سبور أو رياضية، أما في أغلب الفئات بتكون جنوط صلب زي كده فن. ومن هنا جت الفكرة إن أنا أصنع كفر من الألومنيوم لتغطية الجنوط الصلب، والحقيقة ده نتاج مجموعة من تراكم الخبرات خلاني أقدم على إني أصنع فكرة الكفر الألومنيوم اللي يديني شكل الجنط السبور بدون ما أغير شكل الجنط بالشكل ده لو تسمحوا لي. أيوه قاعدين متحمسين جدا. الشكل ده يا فندم. أوكي تحفة. ويمكن للوهلة الأولى حضرتك هتشعر إن هو جنط سبور، لأنه متركب دايركت بالمسامير زي ما حضراتكم شايفين من خلال كبات بتتيح الفرصة إنه يتثبت بالشكل ده. تحفة. والحقيقة الحمد لله بسبب المردود أو الإنديكيشن الالومنيوم حق. برافو عليك. ولا خلاص بانل شيت يا فندم، بانل شيت الواح الومنيوم. الواح وبعدين بتعملها ازاي؟ بانشنج يعني؟ هي ليها سيكونس في الطباعه. اكتر عفوا في الصناعه يعني او في مرحله يعني؟ التصنيع دي مرحله من المراحل يا فندم. اوكي. ولو تسمح لي اقول لك ان انا بمجرد مجال المردود صنعت مجموعه من الاطقم نزلت بيها السوق عشان اعمل بيها سيرفي واعرف مردود الناس من حيث الشكل والتسعير، فلقيت مردود طيب جدا، اشتغل عليه كويس، حاول تطلع له شهادات، أمن فكرتك، والحمد لله ابتديت أمشي في مشوار مانجمنت على مدار سنوات كان نتاجه إن أنا الحمد لله حصلت على شهادة براءة اختراع، شهادة مواصفات وجودة للمنتج على إنه مصنف من كماليات السيارات، قدرت أسجل علامة تجارية وقدرت أتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع مرحلة من مراحل المنتج نفسه. ابتديت أشتغل في موديلات للملاكي، للنقل، للسيدان، لعربيات ملاعب الجولف. تحفة. هل درست موضوع ان هو بيأثر على البالانس الديناميكس بالظبط؟ يمكن الحمد لله انا عشان اثق في منتجي ليه سعيت ان انا اخد شهاده براءه اختراع او مواصفات وجوده عشان يمر بمراحل تجريبيه متعدده بعد دراستي للموضوع. يعني انت ما بعتش خالص؟ انا فندم عملت لما صنعت اول قطعه وجالي المردود عملت اطقم والحمد لله بعتها في ظرف يمكن 5 ايام الكميه كلها، كنت عامل كميه بسيطه يعني. وبعد ما صنعت بعض الموديلات دي اتعرضت على شركتين كبار هنا في مصر بدون ذكر اسماء يعني، منهم شركه جت في وفد رسمي في الهيئه العربيه للتصنيع من فيرست تاتش ولله الحمد، كويس جدا، عايزين عينه، سعرك كام؟ قول لي انت السعر كام بقى عامه؟ افريج يا فندم او ستارت من 3500 4000 يختلف حجم الطقم. الطقم كامل يا فندم. الطقم كامل. الطقم كامل. انت هتبدا تبيع؟ انا جاهز يا فندم، انا اوريدي بفضل الله يعني اوريدي في ناس بوتنشال جدا وشركات منتظره مني ان انا اعمل ماس برودكشن واقدر اصنع او ابيع بمعنى اصح. بتعمل اي الوي تانية غير دي؟ طبعا عندي فرايتي كتير يا فندم، عندي هي دي زي الماتيريال بتاعت الوجهات بتاعت المباني، ففي منها السيلفر، في منها الجولد، في منها الالوان بداتا شيت بس بسيطه مختلف مش اكتر، لكن انا اعتمادي على رو ماتيريال تبقى متوفره في اسوأ الحالات، متوفره بشكل كويس جدا جدا، وده خلاني ان انا اقدم على المشروع ان انا اخاف في وقت من الاوقات ان استخدم ماتيريال ما تبقاش موجوده لاي سبب من الاسباب. بالعكس انا حبيت ان انا استخدم ماده متوفره بشكل كويس في مصر. موجوده بالظبط. لما انا ماده ذكيه يعني شيء ممتاز بجد. الله يكرمك. انا ما شفتش كده شيء مميز يعني، حتى انتاج مميز. هتستخدم الفلوس دي في ايه؟ 7 مليون
في جزء منها يا فندم لتحضير ورشة عمل طبعا محتاج ده أكيد، وفي جزء منه للماس برودكشن. هو ده السؤال، إن أنا ليه جاي النهاردة فندم بعد ما قطعت شوت ده كله؟ لأن أنا عشان أقدر أعمل ماس برودكشن لازم يكون في بقى ورشة عمل، لازم يكون في عمالة، لازم يكون في موظفين. وصلت للليفل ده.